بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة المفيد في علم التجويد، نظم الإمام المقرئ الشيخ شهاب الدين أحمد الطيبي رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: قال الفقير أحمد بن الطيبي: أحمد يرجو رحمة المجيب. الحمد لله الذي تفضلا وأنزل القرآن نورا للملا، هدى به من شاء من عباده موفقا له إلى رشاده، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا وآله وصحبه الأعيان وقارئ ومقرئ القرآن. وبعد، قد نظمت في التجويد بعض مهمات لمستفيد، فليتفهمنه بالإتقان من يبغي قراءة على الوجه الحسن، والله فضلا ينشر النفع به في خلقه بالمصطفى وصحبه. حروف الهجاء، وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء، أولها الهمزة لكن سميت بألف مجازا إذ قد صورت بها في الابتداء حتما، وهي في سواه بالواو ويا وألف ودون صورة، فما للهمزة مميز يخصها من صورة، بل يستعيرون لها صورة ما مر لتخفيف إليه علما. والألف المد الذي ينشأ من إشباع فتحة كمن صافى أمن، فلفظها مفردة ممتنع ولم تكن في الابتداء تقع، إذ تلزم السكون والفتح لما تليه فاحتاجت لحرف قدما، فاختيرت اللام وقالوا لام ألف، أي لفظها بهذه اللام عرف، إذ قد توصلوا للام سكنت أي لام أل بألف تحركت أي همزة، فعكسوا ذا في الألف مع أن لا حرف له معنى ألف. فمن يكن عن ألف قد سئلا بأن يبين لفظها يقول لا. والمد والقصر جميعا رويا في با وتا وثا وحا وخا ويا ورا وطا وضا وفا وها، فزد همزة إن شئت ودع إن لم ترد. ولغة القصر بها الذكر ورد، ومن يعد الزاي منها لم يرد، ولكن الزاي بياء أشهر، وجاء زي دون زين فانظروا. وقولهم في ذي حروف إنما يعلون أسماء الحروف فاعلما، أما الحروف وهي المسمى فتلك ألفاظ بذي تسمى، وكل حرف واحد إلا الألف أحواله أربعة بها وصف، ساكن أو محرك بفتحة أو كسرة تكون أو بضمة، مثاله بابيب إبل الباء، وقس على ذا سائر الهجاء، وساغ الابتدا بها وجاز أن تتبع ما حرك والذي سكن. فست عشرة من الأحوال للحرف في وقف وفي اتصال، إن خفف الحرف كذا إن شددا، وزد ثلاثة لخف في ابتدا، فأت إذا نطقت بالمحركة بها إسكت النحو كه وكه وكه، وإن ترد نطقا بما منها سكن، فهمزة مكسورة بها بدأ، والبدء بالتشديد غير ممكن ولا بما خفف من مسكن، وكل ما شدد في وزان حرفين ساكن بضمن ثاني، مثال همز شددوا سؤال وليس في الذكر له مثال. وأهمل استعمال واو سكنت من بعد كسر وبياء قلبت، وهكذا إن تسكن يا بعد ضم فقلبها واو لديه منحتم. الحروف الفرعية، واستعملوا أيضا حروفا زائدة على التي تقدمت لفائدة، كقصد تخفيف وقد تفرعت من تلك كالهمزة حين سهلت، وألف كالياء إذ تمالوا، والصاد كالزاي كما قد قالوا، والياء كالواو كقيل مما كسر ابتدائه أشم ضما، والألف التي تراها فخمت، وهكذا اللام إذا ما غلظت، والنون عدوها إذا لم يظهروا، قلت كذاك الميم فيما يظهروا. الحركات الثلاث والسكون، والحركات وردت أصلية
وهي الثلاث وأتت فرعية، وهي التي قبل الذي أميلا، وكسرة كضمة كقيلا، وعند نطق الحركات فاحذرا، نقصا أو إشباعا أو أن تغيرا، بمزج بعضها بصوت بعضي أو بسكون فهو غير مرضي، فمزج بعضها ببعض إنما يجوز في الفرعي الذي تقدما، وحيث أشبعت فقد ول التمد، ولم يجز إلا بحرف انفرد، أعني به هاء الضمير بعدما حرك نحو إنه به سما، فتصل الهاء بواو أو بيا وصلا إذا محرك قد وليا، والنقص روم أو هو اختلاس، وليس كل منهما ينقاس، بل هو مختص كروم الحرف إن يكسر ويضم حال الوقف، والاختلاس في نعم ما أرنا، ونحو بارئكم ولا تأمننا، ولا تعدوا لا يهدي إلا، وهم يخصمون فدر الكلا، وقد يعبرون عن ترك الصلة للها بالاختلاس وهي مكملة، لأن وصلها بذاك قدرا تمام تحريك لها به يرى، وكل مضموم فلن يتما إلا بضم الشفتين ضما، وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم، والمفتوح بالفتح افهمي، إذ الحروف إن تكون محركة يشركها مخرج أصل الحركة، أي مخرج الواو ومخرج الألف، والياء في مخرجها الذي عرف، فإن ترى القارئ لن تنطبقا شفاهه بالضم كن محققا، بأنه منتقص ما ضما، والواجب النطق به متما، كذاك ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منهما فافهمه تصب، فالنقص في هذا لدى التأمل أقبح في المعنى من اللحن الجلي، إذ هو تغيير لذات الحرف، واللحن تغيير له بالوصف، فكل حرف رده لأصله وانطق به مكملا بكله، وحقق السكون فيما سكنا ولا تحركه كأنعم تهدنا، وهكذا المغضوب مع ضللنا ونحوه واللام أظهرنا. التنوين: والحرف لا يقبل تحريكين معا كضمين وفتحتين، ونحو بن وبن وبن تنوين، نون غدت يلزمها السكون، مزيدة بعد تمام الاسم، وما لها من صورة في الرسم، في الوصل أثبتها وفي الوقف احذفا، لا بعد فتح فقلبنها ألفا، إلا إذا ما هاء تأنيث تلت فمطلقا في الوقف حتما حذفت، من أجل ذاك لم يصور بالألف، ونحو ما أنقف عليه بالألف، هذا وهم قد صوروا التنوين في لفظ بنون رسمت في المصحف، وهو كأي وبنون يوقف عليه للرسم وبعض يحذف، والنون للتوكيد من يكونا، ونسف عن قد صورت تنوينا، أي ألفا كما تصير وقفا، وهكذا إذا وأعني الحرفا. الهمزات: وهمزة تثبت في الحالين، همزة قطع النحو أبيضين، وهمزة تثبت في البدء فقط، همزة وصل النحو قولك النمط، تكسر في البدء من الأسماء، وهي من أل تفتح كالأنباء، وكسرت في الفعل إلا أن يضم، ثالثه ضما لزوما فتضم، وهمز وصل إن عليه دخلا، همزة للاستفهام أبدل سهلا، إن كان همزا وإلا فاحذفا، كاتخذتم أفترى وأصطفى، وآخر الهمزين إن يسكن وجب إبداله مدا كآتي من طلب، كذا وأوتينا وإيتاء اعددا، وأتوا من أتوا نئتحال لبتدا. حروف المد: وأحرف المد ثلاث، الألف سكونها من بعد فتح قد عرف، والواو واليا ساكنين، واليا كسرا تلت، والواو ضما وليا، والهمز والسكون للمد سبب، إن وجدا من بعده وقل وجب، إن وقع الهمز به متصلا بكلمة وجاز حيث انفصلا، وإن أتى قبل سكون قد لزم في كلمة فالمد فيه قد حتم، وسو بين مدغم مثقل ومظهر مخفف على الجلي،
وما أتى قبل سكون انفصل فحذفه حتم إذا به اتصل، إلا الذي تلاه تاء شددت لأحمد البزي فإنه ثبت، لأن الإدغام على المد طرى فلم يكن مثل الذي تقررا، وما تلاه ساكن قد عرضا للوقف فالتثليث فيه يرتضى مع السكون المحض والإشمام، وقصر مع الروم بلا ملام. وإن ترى الآخر همزا كالسما فالوقف مطلقا بمد حتما، وما تلاه مدغم لابن العلا فهو كعارض فثلث مسجلا، وما تلاه مدغم الزيات ومدغم البزي من التاءات يمد حتما، إذ مع الإدغام قد منع الروم مع الإشمام، وابن العلا يراهما فالمدغم لديه كالساكن وقفا فاعلموا، وما أتى من قبل همز غيرا أو ساكن كذاك فامدد وقصرا، ومد حجز بين همزين فصل فقصر وبعض عده مما اتصل، وما خلا عن سبب مما ذكر فهو طبيعي لديهم وقصر. حرف اللين والواو والياء إذا ما سكنا من بعد فتحة كقول غيرنا يسميان حرفي اللين ولا تمد إلا مع سكون وصلا، وثلثا مع عارض للوقف ومدغم لابن العلاء تلفي، ومدد ووسط مع لازم كعين معا وللمكي هاتين لذين، والنشر سوى بين عارض وما لابن العلا وبين ما قد لزما قبل لازم أتى منفصلا، فالواو ضم وكسر اليا موصلا. أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة، أحكامهم للنون ساكنة رسما وللتنوين، لإدغام في أحرف يرملونا لا مثل بنيان ولا ينوونا، وتركوا الغنة مع لام ورا ومن يبق معهما ما اشتهرا، لكن مع أحرف ينمون بقي وأظهرا عند حروف الحلق، وتلك ستة تراها أولا ألا هدى عال حلا غاد خلا، وقلبهما من قبل باء ميما وأخف بالغنة تلك الميما، وعند باقي أحرف الهجاء قد أخفوهما بغنة كما ورد، وأظهر الغنة بالتبيين من كل ميم شددت أو نون كقولهم هم وغم ثم ثم، لكن إنهن عنهن فتم. الإدغام والنون من ياسين فاعلم مدغم في الواو بالخلف ونون والقلم، كذاك من طاسين عند الميم في السورتين فاستفد تعليمي، وليس بعد النون راء ولا لام بكلمة، ولا يجوز للدغام لو وقعا كالواو والياء حتما كذا بأنمار وينموزا ما ونحوها، وفي المحل وجهان حق كذاك فيها المرش وفي المحق، ويجب الإدغام في آمنا مني وعني قل ولا يحزنا. حكم الميم الساكنة إن تسكن الميم وجوبا أدغمت في مثلها وعند باء أخفيت بغنة، وعند باقي الأحرف قد أظهرت حتما على القول الوفي، وليحذر التالي من الإخفاء لها لدى الواو وعند الفاء. الأحرف المفخمة وفخما أحرف الاستعلاء، وتلك سبعة بلا خفاء يجمعها قد خص ضغط وامتنع ظهور الاستعلاء مع كسر يقع، ومدعيه ناطق بالخلط للكسر بالفتحة وهو مخطي، وفخم المطبق منها أكملا الصاد والطاء اعجما أو أهملا، وفخم اللام من الجلالة من بعد غير الكسر والإمالة، وإن تفخم بعد ما أميلا أيضا يكن لديهم مقبولا. حكم الراء ورقق الراء ذات كسر مسجلا وذات تسكين تلت كسرا جلا، مؤصلا في كلمة الراء وخلا من حرف الاستعلاء بعد موصلا، والخلف في فرق لكسر القاف وفرقة فخم بلا خلاف، وفي سكون الوقف رقق إن تلت كسرة نوم مال نويا سكنت،
ولا يضر الفصل بين الكسر والراء بساكن كعين القطر وروبها كحال الاتصال ولا تكررها بكل حال وما خلت من موجب الترقيق فحكمها التفخيم بالتحقيق حكم الألف الساكنة وما عدا أحرف الاستعلاء ولام لله وحرف الراء فرققا مطلقا إلا الألف فاحكم لها بما تلت كما وصف ففخمنها بعدما قد فخما وبعدما رقق رقق فعلما وأطلق الترقيق فيها الجعبري ورده في نشره ابن الجزري وكان في تمهيده قد ألزما ترقيقها من بعد لا من فخما لكنه عن ذاك بعد رجعا وقال إن حكمها أن تتبعا فلم تكن توصف بالتفخيم ولا بترقيق لدى التقسيم حروف القلقلة وخمسة تسمى حروف القلقلة لكونها إن سكنت مقلقلة يجمعها قطب جد فوفي بها وبالغ مع سكون الوقف لكن ما أدغم لن يقلقلا لكونه فيما يليه دخلا إدغام المثلين والمتجانسين وأول المثلين أدغم إن ورد ساكنا إلا أن يكون حرف مد مثاله قد دخلوا وبلا لا كالذي يفي وقالوا ولا واحكم لما تجانسا بمثل ما حكمت للمثلين حكما لزما والمتجانسان نلت المعرفة ما اتفقا بمخرج دون صفة كالذال مع ضاء كإذ ظلمتم والدال مع تاء كقد تركتم والتاء مع دال وطا كآمنت طائفة ودعوى بعد ثقلت واللام مع راء كهل رأيتم برا نقل رب فقيسوا وافهموا لكن أتى الخلاف في الهثلدا ذلك مع تجانس قد وجدا وأظهرا سبح معه قل نعم كذاك لا تزغ قلوب فالتقم يائسن أظهر قبله يلائي وإن حذفت الهمز قبل الياء منه لبزيهم والبصري فأظهر وأدغم من طريق النشر كذاك فاصفح عنهم والأكثر فيما ليهلك عني أظهر والطاء في التاء من أحط أدغما ومن بسطت وبقي إطباقهما نخلقكم أدغم بلا خلاف ولا تبق صفة للقاف حكم لام أل واللام من الأدغم أنها في نصف من الحروف دون نصف فأحرف الإظهار ذا التركيب جمعك حق خوفه أغيب بالقمرية التي قد أظهرت سموا وبالشمسية التي أدغمت ولم تقع باللام من قبل الألف وقبل همز الوصل كسرها عرف أحكام الوقف قد جعل السكون أصل الوقف فقف به حتما وحيث تلفي محركا بالضم أو بالكسر رم وأشم ميضا الذي تراه ضم والروم الاتيان ببعض الكسرة وقفا وهكذا ببعض الضمة وضمك الشفاه من بعيد ما تسكن المضموم لشما مفهما في عارض الشكل وميم الجمع لا روم ولا إشمام أيضا دخلا كذاك هالتأنيث إن بالهاء أردت وقف لا إذا بالتاء فيها الضمير المنع بعد من كسر أو ضم أو أميهما قد اشتهر يومئذ حينئذ في الوقف لا رومئذ التحريك عارض جلا وكل ما حرك لا تسكنا وصلا وذا التنوين فيه نونا تنبيه والروم والإشمام في الوصل وفي غير الأخير استعملا في أحرفي فبهما للكل فقرأنا بالحتم فيما لك لا تأمنا وشعبة أشم في لدني لدى كهف وعنه الروم فيه وردا وكل ما أدغمه فتلعنا فهو كموقوف عليه مسجلا فما يرام بالروم والإشمام وقفا يسوغ مع ذا الإدغام لكن الإشمام مع الباء ومع ميم وفا حالة الإدغام امتنع واشم بغير الوقف فيما ذكرا مقارن التسكين لا مؤخرا وتم في نصف جماد الآخرة
عام هدايات عليم ظاهرة. والحمد لله الذي من بما أرشدنا به وجاد كرما. ثم الصلاة مع سلام أبدا منه على الذي به الخلق هدى، محمد خير الورى والآل والصحب ما تلا.